أمور ممكن كانت مدبرة. اليوم النية الحسنة والروح الوطنية العالية خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من أبسط عامل إلى القياديين تاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به، ما شفنا مشكل ولا نزاع ولا سوء فهم تفاهم مع إيطاليا. ندخلوا اليوم في الإنتاج المشترك، ننتج مع بعض ومستعدين هما باش ينتجوا معنا إنتاج ميكانيكي، إنتاج سيارات، إنتاج بواخر.